أيهم أفضل في المعيشة، كازاخستان ولا كيرغستان؟ في فيديو النهاردة أنا جايب لكم مقارنة بسيطة ما بين كازاخستان وكيرغستان، سواء في التعليم أو الصحة أو السياحة أو حتى العنصرية أو المطاعم والأكلات الشعبية، فخليكم معايا وتابعوني. ندخل على الأمن والأمان. بالنسبة للأمن والأمان في كازاخستان فهو على أعلى مستوى من درجة الأمن والأمان. هتلاقي في كازاخستان الشرطة بتعمل جهد كبير جدا عشان تحافظ على الأمن والأمان في كازاخستان، بغض النظر عن الجنسية ايه او الديانة ايه. يعني الأمن والأمان متوفر في كازاخستان بطريقة ممتازة. ندخل على الأمن والأمان في كيرغستان. بالنسبة للأمن والأمان في كيرغستان في آخر 4 سنوات غير مستقر. هتلاقي في آخر 4 سنوات حصلت أكتر من مرة مظاهرات في البلاد، مش بس كده، ده حصل كمان اعتقالات كتيرة جدا في البلاد. بجانب عدم الأمن والأمان للأجانب المقيمة بشكل عام في كيرغستان، أو حتى الأجانب اللي بتيجي سياحة وبتسكن في فنادق محلية أو هوستل، من وقت للتاني بيتعرضوا للضرب والسرقة أثناء الإقامة، والتعدي بالضرب المبرح عليهم، وكمان التنزه في الشوارع والمنتزهات غير مضاءة في الليل بيبقى خطر جدا. فالأمن والأمان في كيرغستان غير مستقر. بالنسبة للصحة في كازاخستان هي واحدة من أهم أولويات الحكومة الكازاخستانية، اللي بتحسن من جودتها من وقت للتاني وبتطورها باستمرار من خلال أشهر وأمهر الدكاترة الكازاخستانيين. وبصراحة الصحة في كازاخستان واحدة من الحاجات المميزة جدا للكازاخستانيين أو للأجانب المقيمين في البلد، مع أقل تكلفة للعلاج والكشف الطبي. ندخل على الصحة في كيرغستان. في الحقيقة إن وزارة الصحة في كيرغستان بتحاول تحسين الرعاية الصحية وزيادة جودة الرعاية الصحية للمواطنين، وفي الفترة الأخيرة دخلوا نظام التأمين الصحي الإلزامي لتوفير خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين. لكن بالرغم من ذلك فالرعاية الصحية في كيرغستان متواضعة جدا ومتوسطة الجودة، وده بسبب قلة الإمكانيات الصحية المتاحة وكمان قلة الكوادر الطبية العاملة في مجال الصحة. وده يبين الفرق الكبير ما بين الصحة في كازاخستان وكيرغستان، وفي النقطة دي تكسب كازاخستان. ندخل على التعليم. التعليم في كازاخستان يا جماعة ليه أهمية خاصة، وخصوصا للتعليم العالي. هتلاقي فيه العديد من العوامل الجذابة لدراسة الطب البشري وطب الأسنان والهندسة اللي جذبت العديد من الطلاب العرب. أشهر الجامعات عندهم جامعة الفارابي، وهي أكبر جامعات آسيا الوسطى، بيدرس فيها 20,000 طالب سنويا، فيها 16 كلية، وفيها مبنى سكني للطلاب، وفيها سينما ومقهى ومكتبة ومطعم وسوبر ماركت. مش بس كده، عندهم 16 كلية في جميع المراحل، سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وبتضم أكتر من 180 تخصص في العلوم التقنية والإنسانية والطبيعية والرياضية، بالإضافة ل20 معهد بحث وتكنولوجيا. وبتصنف في الجامعة الثالثة في جامعة رابطة الدول المستقلة، وكمان 150 على مستوى العالم، وده رقم متميز جدا على مستوى العالم. وعندهم كمان أكبر مكتبة علمية بتضم أكتر من 2 مليون منشور. كمان عندهم جامعة من أشهر الجامعات، وهي جامعة اسفندريوف الطبية، وجامعة خواجة أحمد يساوي الطبية، وجامعة سيمي الطبية، بالإضافة لجامعات بريطانية وجامعات مختلفة. بالنسبة للتعليم في كيرغستان بيمتاز برخص تكلفة الدراسة مقارنة بدول كتير، ودي طبعا ميزة مهمة جدا، خصوصا لو واحد بيدور على انه يدرس في مجال الطب او الهندسة. لما تشوف تكاليف دراسة الطب العام او الجراحة او طب الاسنان هتلاقيه بيبتدي من 3500 دولار سنويا، وكمان بالنسبة لدراسة الهندسة هتلاقيها بتبتدي من 2000 دولار، وده بيوضح قد ايه رخص الدراسة في كيرغستان. اشهر الجامعات عندهم هتلاقي جامعة كيرغستان تركيا مناس، وعندهم الجامعة الكيرغيزية الروسية السلفية، وكمان هتلاقي جامعة كيرغستان التقنية الحكومية. وكمان بالنسبة لدراسة الطب هتلاقي الأكاديمية الطبية الحكومية الكيرغستية اللي بتحتل المركز الرابع محليا، أما عالميا فهي في المرتبة 7375. ولغة الدراسة عندهم في معظم الكليات الروسية والإنجليزية، وطبعا لما تبص على ترتيب الجامعات في كيرغستان عالميا هتلاقيه متأخر جدا، وده يبين قد ايه ان مستوى الدراسة في كازاخستان افضل بكتير من كيرغستان، وفي النقطة ديت تكسب كازاخستان. ادخل على السياحة. بالنسبة للسياحة في كازاخستان ممتازة جدا.
هتلاقي عندهم سياحات كتيرة على مدار السنة، سواء سياحة أماكن سياحية طبيعية أو ثقافية أو دينية أو حتى سياحة علاجية أو سياحة طبعا مؤتمرات وغيرهم كتير من السياحات الموجودة في كازاخستان على مدار العام. والسياحة في كازاخستان في الفترة الأخيرة بقت واحدة مميزة على مستوى العالم لجذب السياح الأجانب لكازاخستان. بالنسبة للسياحة في كرجستان فهي بلد جميلة جدا وبتتميز بجمال الطبيعة فيها، وهي بلد جبلي مذهل معروف باسم جنة آسيا الوسطى. هتلاقي كرجستان مشهورة جدا بثقافة البدو والجبال والوديان الخضراء والبحيرات والأنهار، كمان هتلاقي بيزورها سياح من كل أنحاء العالم، وده بسبب جمال الطبيعة فيها. في الحقيقة في كرجستان فيها أماكن سياحية كتيرة مميزة جدا ومشهورة. هتلاقي عندهم بحيرة إسيكول وهي سابع أعمق بحيرة في العالم، وهتلاقي كمان عندهم بحيرة كيلسو ومحمية ألا أرشا وكمان وادي جيتي أوغار كانيون ووادي جيرجلان، وكمان هتلاقي عندهم تيان شان وقرية أرسلان بوب ومدينة بيشكيك وعرش سليمان ونيرين وغيرهم كتير من الأماكن السياحية المشهورة جدا في كيرغستان. وطبعا الأماكن دي بتتميز بجمال الطبيعة فيها وسبحان الخالق، فالسياحة في كيرغستان ممتازة، لكن التسويق السياحي عندهم ضعيف، لكن هي كبلد في السياحة بلد جميلة جدا والسياحة فيها ممتازة. بالنسبة للمطاعم في كازاخستان هتلاقي عندهم المطاعم الكازاخستانية والأوزبكية والتركية والهندية والآسيوية وقليل شوية من المطاعم العربية. بالنسبة للمطاعم في كازاخستان فهي مقربة جدا زيها زي الأكلات في كازاخستان، وده لأن معظم الأكل اللي في كازاخستان هو نفس أنواع الأكل اللي هتلاقوه في كيرغستان، فثقافة الأكل ما بين البلدين هتلاقيها متشابهة جدا في كل معظم الأكلات. ندخل على العنصرية. بالنسبة للعنصرية في كازاخستان، في الحقيقة إن كازاخستان بلد ما فيهاش أي نوع من أنواع العنصرية تجاه أي جنسية من الجنسيات. بالعكس، كازاخستان شعب كريم جدا بيرحب بكل الجنسيات دون النظر للعرق أو الدين، وهو شعب من الشعوب الطيبة جدا واللي بيحب يرحب بكل الجنسيات. بالنسبة للعنصرية في كيرغستان هتلاقي حالات العنصرية قليلة جدا في كيرغستان، لكن بصفة عامة هم شعب طيب جدا وبيرحبوا بالأجانب. وبالنسبة لحالات العنصرية هتلاقيها قليلة جدا، لأن معظم الناس هتلاقيها طيبة وشعب كريم وبيرحب بكل الجنسيات. في نهاية الفيديو، يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في التعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.